يا هلا والله. تحياتنا لكل مستمعين راديو الرابعة، وطبعا هيكون معانا لقاء مميز جدا وجدا وجدا معاكم عويسي، وهيكون معانا النجم والرائع المميز جدا نجم الكوميديا اللي مكسر الدنيا كابتن مصر في الكوميديا محمد إمام. أهلا بيك على راديو الرابعة. أهلا بيك، أهلا وسهلا، ربنا يخليك ميرسي على التقديمة دي. يا رب يخليك. أنا عايز أقولك أنا من الناس اللي بتحبك جدا على المستوى الشخصي ومكسر الدنيا، ويعني أجواء رائعة، وكلنا منتظرين فيلم لص بغداد. ربنا يخليك، أنا هكون معاكم إن شاء الله نتفرج بقى على الفيلم سوا بإذن الله. طيب في البداية أنا حابب أسألك، يعني كابتن مصر ونجاحه الكبير، بعديه نجاح جحيم في الهند، والنهاردة بنتكلم عن لص بغداد، محمد إمام ممكن يكون فين في الفيلم الجاي؟ أي دولة هتروحها المرة الجاية يعني؟ يعني والله أنا بحاول أجتهد أهو. أنا عايز أقول لك عشان الواحد يطلع فيلم حلو يعجب الناس، ده بيبقى شغلانة زي ما بنقول عندنا. أيوة. يعني عشان الواحد يحاول وكل مرة يعلي على نفسه ويعلى على نفسه دي بتبقى مشكلة. وعايز أقول لك إن دايما يعني بعد كل نجاح الحمد لله بيبقى فيه قلق أكتر من الأول. طبعا أكيد الواحد هيقدم إيه بعد كده، وأنا بحاول أجتهد أهو، وربنا يعني بيسهلها إن شاء الله بإذن الله. طيب كلمني عن فيلم لص بغداد ودورك في الفيلم. والله لسه بغداد ده نوع أنا كان نفسي من زمان جدا أعمله من ساعة ما بدأت أمثل. وأنا نفسي أعمل النوعية دي لأن إحنا ما بنعملهاش عندنا خالص. فكرة اللي هو الكنز يعني بيعملوها بره كتير، فكرة إنديانا جونز، ويعني بيعملوا النوعية دي كتير، إحنا عمرنا ما عملناها عندنا. فأنا كان نفسي أقدم نوعية جديدة على السينما المصرية والعربية عندنا. وحاولت أعمل حاجة يعني شبه أفلام بتوع بره. صح. وساعدني بدا طبعا كان في مخرج احمد خالد موسى والمؤلف تامر ابراهيم، تحياتنا ليهم. شركه كبيره زي سينرجي برضو ما دخلتش على الفيلم بصراحه. طبعا وحاولنا نقدم حاجه زي ما بقول لك كده شبه الافلام اللي بنشوفها بتاعت بره. طيب بالنسبة للجرافيك، طبعا حضرتك قلت يعني ان الشركة ما بخلتش على الفيلم وانفقت يعني روما كمان اللي عملت الجرافيك. كل الناس بتتكلم عن الجرافيك، يعني كل الناس بتتكلم عن الجرافيك ان هو اول مرة بيستخدم في الشرق الاوسط. شايف الجرافيكس عندنا ده فعلا خطوة مهمة جدا للسينما المصرية، لان شركة اروما هي اللي قامت بعمل الجرافيك. وكانت واخده الفيلم تحدي ليها ان احنا كانت عايزه تثبت حاجه. وانا شايف انها نجحت في ده جدا وعامله شغل هايل بصراحه. طيب خلينا نقول ان افلامك ما شاء الله بتنجح وبتحقق ايرادات، ولكن الحدوته بمنتهى البساطه، ليه بتحرمونا من الافلام المصريه خاصه ان بيكون عليها اقبال كبير جدا في دول الخليج، والكل بيحب يخش الافلام المصريه ويحب ان هو يستمتع بيها، يعني خاصه ان هي ليك يعني. والله بالعكس، انا الافلام كلها بتتعرض يعني تقريبا دلوقتي معظم او كل الافلام المصريه بتتعرض في الخليج وبتحقق نجاح هايل يعني. يعني الفيل الازرق اتعرض في الخليج، وفيلم تامر حسني شغال دلوقتي، انا سامع كويس جدا في الخليج. ايوه. وانا كمان الحمد لله يعني افلامي كلها اشتغلت حلو جدا. كان معانا ما احنا من جحيم في الهند اتاخرنا يعني، ف مش عايزينك توحشنا كتير. انا بس عشان اتفدت في هوجن في المسلسل، كان برضو مسلسل متعب جدا. ولسه بغداد ده انا بقالي كتير قوي فيه، بقالنا سنتين مثلا كتحضير وكتابه وسنه تصوير، وكان متعب جدا. وكمان يعني انا بداته قبل مسلسل هوجن. ودخلت صورت هوجن عشان كنت مرتبط برمضان. وبعد ما خلصت المسلسل كملت تصوير، فهو الفتره دي راحت كده يعني. بس احاول والله الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله اكثف كده الشغل والافلام باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب من الافلام الى الدراما، بتحضر حاجه لرمضان الجاي؟ لا حاليا ما عنديش مسلسل لرمضان الجاي للاسف. انشغالك كله بالسينما الفتره دي؟ السينما وما لحقتش يعني، حتى كان عندي كذا حد ما يعني مش الرقابه ما وافقتش، كان في اختلاف على الافكار. وما كانش عندي وقت ان انا اشوف حدوته جديده، فقررنا ان احنا هنأجل السنه الجايه وهخش اعمل فيلم ان شاء الله باذن الله. طيب حابين يعني كلمه تقولها للجمهور العربي والجمهور المصري بشكل خاص، طبعا ان هو بيكون فرحان بنزول افلامك في السينما الخليجيه. انا عايز اقول لك الجمهور المصري والعربي اللي بيخش افلامي دول حبايبي والله العظيم. انت مش فاهم الناس دي بالنسبه لي
حتى يعني لو متابعني مثلا على الانستجرام والحاجات دي، انا دايما بحاول انزل على قد ما اقدر الفيدباك او رد الفعل بتاع الناس في السينما او الكلام الحلو اللي هم بيبعتوه لي. انا عايز اقول لك ان انا يعني الشعب المصري هو اللي مربيني انا حتى من التذاكر حتى اللي كان بيروح يدفعها لابويا في المسرح السينما، هي دي هو ده اللي انا اتربيت منه يعني. فلا ده يعني حتى الشعب العربي كمان وانا بستمتع جدا لما وبفرح جدا لما افلامي بتنجح بره مصر كمان. ده بيخليني سعيد جدا. احنا معانا حد احنا محضرينه لك مفاجاه، هو كان معاك من شويه ولكن خلينا نقول له مساء الفل عليك. يا هلا والله. مساء الفل يا عويسي، عامل ايه يا حبيبي؟ انا كله زي الفل. يا ترى محمد امام عرفك من صوتك ولا لسه؟ طبعا طارق الشورى، وده حد ما يعرفوش طبعا. اكيد. تحياتنا للمنتج الفني طارق الشورى، يعني شريك النجاح مع محمد امام طبعا. حبيبي حبيبي طارق، فعلا كان وشه حلو عليا جدا جدا، ومن فعلا والله مش بنقول يعني يعني طبعا ما احنا بنقول الكلام ده، بس هو فعلا مش عشان في راديو وكده، بس طارق من اقرب الناس ليا وفعلا من انضف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي ومش انا بس يعني، حتى تلاقي كل اللوكيشن كل مكان التصوير بيحبه جدا جدا ما شاء الله عليه ومحبوب. الله اكبر عليك. انت يعني لما بيكون حبيبي. خلينا نقول بقى للمنتج الفني طارق الشورى، ليه دايما حابب تشتغل مع محمد امام؟ ما الساحة فيها ناس كتير وكله زي الفل، ايه اللي بيخليك دايما حابب انك تمشي معاه في كل خطوة؟ محمد امام خلاني يعني نفسي اشوف ابني زيه. من كتر ما هو، انا اكلمك بقى على الشاب محمد امام. الله. يعني الشاب محمد امام ده شرف لكل شاب مصري ان هو يبقى زيه. في جدعنته، في تواضعه، في حبه لشغله، في اجتهاده، في علاقاته مع الناس، في التزامه، في شاب كده جميل بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه ويحميه. فانا بشوف فيه ابني يعني. مش عايز اكبر نفسي طبعا، بس انا بشوف فيه ابني يعني، بشوف فيه امل كبير قوي. وما يعني انسان فعلا لازم تحبه، لازم تحبه بجد والله. ربنا هو ما شاء الله عليه محبوب من ابتسامته الطبيعي. محمد امام، طيب امتى يعني كده قال لك طارق شورى لا ما تعملش دي، وانت نفذت الكلام من غير ما تتناقش معاه؟ كان لا في عمل كتير. لا ده كتير، ده مش في العمل بس، ده في الحياه عامه كل حاجه. طارق والله بعتبره اخويا الكبير يعني، وهو دايما اول نصيحه واول واحد باخد رايه وبسمع رايه في يعني. انا دايما طبعا بعمل اللي انا عاوزه في الاخر، بس هو فعلا عنده بيقنعني جدا وبسمع كلامه جدا. هو هي الضحكه دي بتدل ان انت ما بتسمعش الكلام يعني، هو بيدل ان انت الكلام ده تقوله على الهوا. لا والله على قد ما انا عايزك تكلم اي حد في الوسط عندنا تساله، قول له طارق، قول له بس طارق الشورى، هيقول لك ايه؟ مش انا بس والله. الله اكبر. فعلا طارق من اجمل واجدع الناس. يا رب يكرمكم يا رب، والفيلم بإذن الله يكسر الدنيا ويفضل التعاون بينكم دايما مستمر. ولكن قولوا لي هتبقوا متواجدين امتى، وتقولوا ايه للجمهور بقى عشان يجي يحضر معانا؟ انا هبقى موجود، اوصل دبي يوم 28 ان شاء الله. ويوم 29 بقى بالليل مع الناس في السينما ان شاء الله في مول الامارات. ايوه. وان شاء الله بقى نحضر الفيلم. بالظبط. خلاص ان شاء الله احنا في انتظاركم وتنورونا. انا مستني كل الناس بقى عشان نتصور ونتفرج على الفيلم سوا ونكسر. المهم مش هتمشي من السينما غير لما تصور مع كل الناس. خلاص وعد طبعا. خلاص. لا والله ده انا جاي، انا تحت امركم والله العظيم. ربنا يكرمك يا رب ويحبب فيك خلقه. شكرا للفنان الكبير محمد امام، وشكرا للمنتج الفني طارق الشورى، نورتونا على راديو الرابعه وسعدنا بهذا اللقاء، ومستنيكم في الامارات تنورونا باذن الله. شكرا. شكرا جدا ليكم. وطبعا يعني بجد حاجه من الحاجات الجميله يعني، زي ما سمعنا كده تواضع الفنان محمد امام وعلاقته الطيبه بالمنتج الفني طارق الشورى، يعني دي حاجه من الحاجات اللي انت بتحبها جدا في الفنان. يعني انت احيانا بتبقى فاكر بقى ان الفنان ده ممكن احيانا كده مغرور مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن هو خلاص يعني بمنتهى البساطه قال لكم خلاص كلنا هنيجي نتصور مع بعض والاجواء هتكون جميله ورائعه. اما دلوقتي مشواري معاكم
بتاعكم خلص، ولكن معنا ان شاء الله بكره من الساعه 7 للساعه 10. كنت معاكم عويسي، هتوحشوني جدا وجدا وجدا. باي باي.